السعادة مش مربوطة بوقت، السعادة إن كل أمهاتنا وبناتنا يلاقوا علاج ومكان يتعالجوا فيه بالمجان. بتبرعاتكم بنطور مستشفى سرطان الثدي بالقاهرة الجديدة، أول مستشفى متخصص في علاج سرطان الثدي في مصر. تكلفة علاج مريض السرطان كبيرة ومحتاجين مساعدتكم. من جيب لإيه؟ من بيت سعيد، اسعد بيوت وديها خير، من باب لباب من غير حساب، ساعد وعالج ناس كتير. المعهد القومي للأورام، للسعادة عنوان.